بدأ الاحتفال بعيد الأم في العصر الحديث عام 1872 حينما دعت المؤلفة الأمريكية جوليا وورد هوي للاحتفال بغرض التخفيف من معاناة الشعب الأمريكي عقب معاناته أهوال الحرب الأهلية التي وضعت أوزارها قبل سنوات قليلة آنذاك. عام 1907 نجحت امرأة أمريكية تدعى آنا غارفس في الترويج لفكرتها بالاحتفال به كمناسبة وطنية، وفي غضون 5 سنوات فقط أصبح جميع مدن الولايات المتحدة تحتفل به. عام 1914 أعلن الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون يوم عيد الأم عطلة وطنية رسمية، وانتشرت الاحتفالية ووصلت معظم بلدان العالم. مصر تعد أول بلد عربي يحتفل بعيد الأم عام 1956، ولا يزال الاحتفال به قائما في معظم البلدان العربية في 21 مارس كل عام، وهو بداية فصل الربيع، فيما تحتفل المغرب وتونس والجزائر بهذه المناسبة في يوم الأحد الأخير من شهر مايو سنويا، في حين يحتفل شعب السويد في آخر يوم أحد من يونيو، وهو إجازة رسمية في البلاد، وتحتفل به فرنسا في الأحد الأول من يونيو عبر تناول الأسر العشاء سويا وصنع الحلوى للأمهات. الولايات المتحدة الأمريكية فتحتفل في اليوم الثاني من مايو من كل عام، وهو عطلة رسمية ترفع فيه الرايات الأمريكية فوق البنايات العامة والخاصة، كما يحتفل الشعب المكسيكي في اليوم 10 من مايو. وأخيرا يستمر الاحتفال بالعيد في الهند 10 أيام في أكتوبر من كل عام، ويطلق عليه درج برجاء، وهو اسم قديسة في المعتقدات الهندوسية، ويمثلونها على أنها طويلة القامة ولها 10 أذرع، وتحمل في كل ذراع سلاحا للقضاء على الشر.